الأخت أم علي تقول أنا إنها تذكر الله عز وجل، لكن تقول يصيبها شيء من الحزن والهم، هل هذا له علاقة بالأذكار شيخي الكريم، أم ماذا تفعل بعدما قالت الأذكار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان في ذكر الله سبحانه وتعالى هو في حصن، وفي حصن الله سبحانه وتعالى، وفي حماية من الشيطان. إنما طريقة قول الأذكار، أنا عندما أقول الأذكار هل يعني إيه لا أشعر بها؟ منا لا أقصد السائلة، منا من يقول الأذكار ولا يستشعرها بقلبه، وإنما هي أعداد يقولها فقط. مثلا سبحان الله بحمدي، سبحان الله العظيم، مثلا سبحان الله بحمدي، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، هذه ليست بأذكار. بيصوصو. أيوه، هذه ليست لا بأذكار. يذكر كده. إنما الأذكار للأخت ولغيرها، نقول أن نجري الذكر على قلبنا ثم على ألسنتنا، أستشعر بحلاوة الذكر وأني في معية الله سبحانه وتعالى. هذه هي الأذكار المطلوب. نعم، جزاكم الله خيرا.